طبعا في عدة أسباب مش سبب واحد. خلينا نبلش بأول شيء بالنسبة للتقييمات. سهم انفيديا هو سهم مكرر الربحية تبعه فوق ال 75، مكرر البيع برايس تو سيلز فوق ال 40، يعني هيدا أرقام خيالية. لحتى يستمر الوضع بهذا الحال لازم تكون الجايدنس أعلى بكثير مما أعلنوا عنه انفيديا، لأنه على طول المستثمرين حاليا عم يطلعوا على نظرة المستقبل شو هي والتقييمات المستقبلية. فلحتى نكمل لازم يكون جايدنس أعلى بكثير مما أعلنوا. تاني شيء مثل ما تفضلتي، موضوع بلاك ويل بعد ما في وضوح بالنسبة له، وهذا مقلق للمستثمرين. في سبب ثالث كمان اسمه سوبر مايكرو كمبيوتر. السوبر مايكرو كمبيوترز هو ثالث أكبر عميل لإنفيديا، وتم الإعلان أو في شركة أبحاث هندربرغ أعلنت أنه سوبر مايكرو كمبيوترز عندهم حالة احتيال فراد بالأكاونتينج طبعا. فهذا كمان سببت لغط بالأسواق، وبعد ما شفنا النتيجة شو هي. رابع سبب هو أحد أكبر المستثمرين، هو شبيه بوارن بافيت، اسمه ستانلي دروكنمار. هو من الأوائل اللي استثمروا بإنفيديا. هو سكر البوزيشن تبعه على إنفيديا، بطل مستثمر بإنفيديا. في عدد أسباب أصغر كمان هي ليش إنفيديا نزلت. دكتور راين، بس برأيك هل باتت توقعات سواء السوق أو حتى المستثمرين، هل باتت يعني مبالغ فيها؟ يعني الشركة تحدثت عن الجايدنس للربع الثالث بلس ماينس 32 مليار ونصف المليار، ويعني حقيقة إيرادات قوية جدا فقط 120%. فهل نستطيع أن نقول أنه يعني على الرغم من هذا الأداء القوي يعني التوقعات باتت يعني مبالغ فيها؟ بكل صراحة نعم، التوقعات مبالغ فيها، وهيدي بترجعني شوي بذاكرتي لل 2008 2009 بدول مجلس التعاون الخليجي، ان كان الاسواق السعودية والاماراتية، وقتها كانت توقعات المستثمرين على طول مبالغ فيها جدا، وقتها يكون في نزول بسيط بيكون في خيبة امل. فعم تذكرني شوي بالاسواق الناشئة اليوم حاليا اللي عم يصير بالاسواق الامريكية، وهو شوي مستغرب حاليا. يعني الاسواق الامريكية لازم يكون فيها دبث اكثر، لازم يكون فيها ماتشوريتي اكثر، وما يكون اعتمادها على سهم واحد. يعني هلا عم شوف العقود المستقبليه الفيوتشر على الناسداك نازله 0.5%، يعني متوقع اليوم كمان نكون بالاحمر بالاسواق الامريكيه، وهذا صراحه مفاجئ لسوق كبير مثل السوق الامريكي. خاصة إذا ما نظرنا لأنه صافي الدخل يعني النت بروفيتس على أساس سنوي ارتفعت من حوالي 6 مليارات إلى 16 مليار، يعني عم نحكي عن حوالي 10 مليارات زيادة. على كل، كيف نتوقع أن تتعامل أو تتفاعل المؤشرات مع هذه النتائج عند افتتاح السوق؟ هلا سهم انفيديا يشكل تقريبا 6.6% من الاس ان بي 500 اللي هي وزن كثير كبير. فاذا سهم انفيديا استمر بنزول، يعني على الافتتاح استمر النزول 5 6 7%، متوقع ان الاس ان بي 500 والناسداك يكونوا على انخفاض كمان. السؤال هلا، هل رح ندخل بجولة انخفاض مثل اللي شفناها من اسابيع قليلة او لا؟ هيدا منه اكيد. والمستغرب اكثر مثل ما تفضلتي انه في اعادة شراء لاسهم انفيديا 50 مليار دولار، مبلغ لا يستهان فيه، برغم ذلك في انخفاض. ما دلالة هذا الشير باي باك الضخم؟ يعني ما دلالة هذا بالنسبة للكونفيدنس يعني تبع الشركة بالفيوتشر بروسبكت تبعها؟ هلا بالنسبة للشركة، سي او الشركة جنسن وعدد من السينيور مانجمنت تبع الشركة باعوا اسهمهم بانفيديا قبل الانخفاض اللي شفناه من 4 5 اسابيع. هلا بالنسبة لإعادة الشراء، هيدي هني انفيديا بيعرفوا انه قضية البلاك ويل بعد ما عطوا وضوح عليها، هيدي رح تسبب شوية لغط، وكمان الجايدنس ما كانت عالية مثل ما كان متوقع من السوق، فعشان هيك عملية إعادة الشراء هي لتخفيف شوي من نزول السهم أنا برأيي. بس بشكل عام دكتور راين، هل نتائج انفيديا هي مبشرة لقطاع التكنولوجيا وطفرة الذكاء الاصطناعي؟ طبعا، يعني هيدي عوائد رائعة، بس بالذكاء الاصطناعي نحن اليوم عم نبني داتا سنترز. لما نبني البنية التحتية لهيدي الداتا سنترز في عنا جي بي يوز بشكل كافي، ما بنعود نشتري جي بي يوز. فالسؤال هو ماذا سيأتي بعد؟ يعني لما هيدي الداتا سنترز خلص اكتمل البنية التحتية تبعهم، شو راح يصير بانفيديا؟ فهيدا السؤال اللي كتير كبير، وهيدا اللي عم يسبب لنا كمستثمرين محترفين وللمستثمرين الافراد كمان شوية شوية خوف بالنسبة لانفيديا. بس بالنسبة للصناعة بشكل عام، صناعة الذكاء الاصطناعي طبعا مستقبلها رائع وعلى ارتفاع.
بحديثك دكتور راين عن الديتا سنترز، مراكز البيانات، إيرادات هذه المراكز بلغت حوالي 26 مليار و300 مليون دولار، كذلك متفوق على التوقعات. بالتالي يعني في ظل ما أشرت إليه الآن، هل هذه الإيرادات يعني الإيرادات الخاصة بالديتا سنترز بشكل خاص غير مستدامة؟ هي مستدامة بس لازم تكون أعلى بكثير لسببين. أول سبب هو الـ initial investment، يعني الاستثمار الأساسي اللي انعمل هو بالكامل تقريبا 600 مليار دولار تم الاستثمار ببنية تحتية لداتا سنترز. ثاني شيء هي فاتورة الكهرباء. فاتورة الكهرباء لبعض الداتا سنترز بأمريكا قريبة لدول، اوكي، يعني الاستهلاك الكهربائي عالي جدا جدا. فالإيرادات اللي عم نشوفها اللي هي 16 او حتى 20 مليار دولار منا كافية ابدا لحتى نحقق ارباح يعني اللي بنتوقعها او بنتمناها. فلازم تكون الايرادات اعلى بكثير بكثير. اوبن اي اي لحالها 3.2 مليار دولار، هو مبلغ كثير صغير مقارنه بالاستثمارات اللي عملوها.